اهلا بيكم حلقه جديده من عمايل ايديا. سمعت عن وصفاتنا حلوه جدا. هعمل معاكم مكرونه بالانشوجه لذيذه جدا، وهنعمل كمان سلطه السبانخ مع الفل. تعالوا نشوف اول وصفه معانا، وهي مكرونه بالانشوجه لذيذه جدا. ايه المقادير؟ عندنا مكرونه اسباجيتي مسلوقه، وعندي ملح وفلفل وزيتون وكلمطه بدون بارد. تعالوا شوف قوي. اول حاجه وايه انا مسخنه، احط الثوم كده، احط البابريكا وسيبي السفرة. حضرت معكم في برنامج عمايل ايديا.